منتخب مصر اختتم تدريباته امبارح قبل مواجهة غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. شارك في المران جميع لاعبين منتخب مصر 27. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكد أنه ما بيبصش لتاريخ نتائج مباريات المنتخب وغانا لأنها أصبحت من الماضي. وضح فيتوريا أن مواجهة اليوم هتكون مختلفة لأن الخصم ما عندوش أي نقط في المجموعة بعد خسارته من الرأس الأخضر. أكد كمان أن كل المنتخبات قوية وبتتطور، لكن لاعبين منتخبنا جاهزين للمباراة ونواثق في الفريق للفوز في المباريات القادمة. محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف في طرابزون سبور التركي أكد أن لاعبي جيله مركزين مع الفريق الوطني وراحوا الكوت ديفوار وهدفهم الوحيد هو التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2023 لتعويض ما فاتهم في البطولات السابقة. طلب تريزيجيه كمان من الجماهير المصرية الثقة في لاعبي منتخب مصر وقدرتهم على مواصلة المشوار والوصول لمنصة التتويج، وأن ده هيكون رداء النجاح لجميع الشركاء. لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي اختارت محمود عاشور حكم لتقنية الفيديو في لقاء السنغال ضد الكاميرون في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، واللي بيعد من أبرز المواجهات في دور المجموعات. منتخب غانا واصل استعداده لمواجهة منتخب مصر في المباراة اللي هتتلعب النهاردة في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2023. شارك جميع لاعبي منتخب غانا في التدريبات بشكل كامل، في مقدمتهم محمد قدوس نجم وستهام العائد من الإصابة اللي تعرض ليها واللي أدت لغيابه عن مباراة الرأس الأخضر الافتتاحية. منتخب المغرب فاز على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً في كوت ديفوار. المنتخب الأولمبي تعادل مع المنتخب القطري بنتيجة 0-0 في المباراة الودية الدولية اللي جمعت الفريقين على استاد الشهامة. جاءت المباراة في المعسكر اللي بيؤديه الفراعنة استعداداً لأولمبياد باريس 2024، بينما يستعد منتخب قطر لخوض بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد. فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي حقق فوز كبير على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية. منتخب مصر لكرة اليد فاز على منتخب غينيا بنتيجة 33-15 بأول مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 17 لغاية 27 يناير الجاري باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. منتخب قطر فاز على طاجكستان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2023، وبكده بيصبح منتخب قطر أول المتأهلين لدور الـ16.